ايه ده يا حيوان؟ مش تحاسب؟ انت غرقتني. معلش حازم بيه، بس انت كنت واقف وانا بطرطش الميه. معلش. وكمان بترد عليا يا روح امك. طب ليه سيره الام؟ طيب ده انا هضربك بالجزمه كمان. ضربني ده انت قليل ادب وعايز تتربى. مين ده اللي يتربى يا زباله يا حساله؟ الله الله الله، ما تهدى يا عبد الله، حقك عليا انا حازم بيه. بتسيب لي؟ ده قليل ادب يالا. وحياة الله يا عبد الله، حتى لو قليل ادب ما ينفعش تقول له قليل ادب. خلاص يا حازم بيه. ايه ده؟ ايه اللي غرقك وبهدلك بالشكل ده؟ الحيوان ده بيقل ادبه عليا. يا حيوان، بتقل ادبك على اسيادك يا ابن الكبت. بتمد ايدك على مين؟ بتمد ايدك على مين؟ ما تصلي على النبي يا باشا. ما تلم نفسك يا راجل، انت راجل كبير ما تخليش اقل منك. يا نهار اسود يا عبد الله، ما ينفعش تقول له كده، انت راجل خان. الخان الله يالا. تقل من مين يا لا؟ ها؟ تقل من مين يا جربوع يا زباله انت يا فسل؟ قسما بعز الجلال الله، ما انت من النهارده قاعد فيها ثانيه واحده. يلا قول في داهيه. يا ريت كده قطعت عيشي. عيشك وعيش اللي خلفوك كمان. ماشي وسع عالي. بص يا عيال، يلا بالسلامه. اهو سلامه يا سالم. يا سالم يا راجل يا سالم. ايه العربيه؟ خلاص خلاص يا سالم يا خلاص. يعني كان لازم يا عبد الله، كان لازم تشتمهم وتشتم الراجل وابنه وتسقلهم بالميه الوسخه؟ اتيهم طردتونا. ارتحت يا عبد الله؟ ارتحت، عشان ده راجل قليل الادب هو وابنه، كان لازم يتربوا. ولا ايه؟ اسيبه يشتم فيها ولا ايه؟ ايه بالظبط عايز ايه؟ يا ابن المسامح كريم، ويا بخت من ايدي رواقفي. اكلهاش يحب الخفيه يا عبد الله. ايوه يا امي، نطلب الرزق بعزه نفس. ولا كنت عايزاني اسيبه يشتمك انت وابوي؟ يعني هو الشتيمه بتلسع يا عبد الله؟ ما هتلف تلف وترجع للراجل وابنه. عاجبك كده؟ بقينا في الشارع وهتكوس علينا السكات. بسطت يا عبد الله؟ ما تخرس يا طالب. قاعد بتبقى انا في دماغك انا ولا ايه؟ يا عبد الله بس بقى، انت وهو على طول نار ونير كده، وده وقته يا عبد الله. ماشي. ابو عميره راح فين هو كمان؟ قال لي راح مشوار رفيع وجاي. طب ده وقت مشوار رفيع يا عبد الله؟ وقته دلوقتي؟ طب ما احنا محتاجينه دلوقتي في الموضوع. ماشي خير ان شاء الله. قال لي هتصرف وهيقول لي يعني ان شاء الله. اهو جه اهو. معلش يا جماعه اتاخرت عليكم. على الله يكون بفايده. الله 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 الله، طبعا بفايده. ده انتوا محظوظين بشكل. خير يا ابني طمنا. لقيت لكم شقه مطرحين وصاله، انما ايه؟ لقطه. طب انت كريم يا رب. شفتي؟ مش قلت لك ربنا يفرجها؟ طول ما احنا بنطلب الرزق بعزه نفس. طب يلا بينا، ده انتوا اتفتح لكم طاقه القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. خشوا برجلكم اليمين. خش يا ام عبد الله، خش اتفرجي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ايه رايك في الشقه بقى يا ابو عبد الله؟ يا ابني دي جنه، كفايه الفرش اللي فيها. الله البيات يا خالتي، بقيتي ايه؟ تحس ان الحيطان تيه متهونه بالسبت الفلاحي. حلو قوي ما شاء الله. ايه رايك يا بنتي يا توت؟ ايوه كده، هي دي الشقه ولا بلاش؟ اي خدمه، عشان ما تقولوش ابو عميره حرمكم من حاجه. ايه رايك في الشقه يا ناديه؟ شقه عرايس بجد، عقبال شقتك ان شاء الله. كويسه يا ابو عمير. يا عبد الله ما تقولش حاجه لعبد الله. ده شقه حلوه، بس ما انت عارف البير وغطاء يا ابو عميره وانت غريب. الله 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 الله، ايه الكلام ده يا عبد الله؟ وانا رحت فين؟ وبعدين الشقه دي ايجارها مش غالي، دي 150 جنيه بس في الشهر. بس اللهم صل عليك يا نبي. 150 جنيه؟ 150 جنيه يا ابو عميره؟ لا انا عايز واحده لواحده يا خالتي. طب والله تستاهل اكتر من كده. يا جماعه ما تتعشموش قوي كده، ما ممكن صاحبها يكون طالب تامين 5 سنين ولا 6 سنين. اهدوا شويه. ولا بليم وحياتك يا عبد الله. الله والله حلوة قوي يا عبد الله، انا اروح اشوف المطبخ. خديني معاك. يا ناتي تعالي نتفرج على بقيه الشقه. ايوه يلا يا دكتور. خش رحرحوا. يلا يا توت، هتبقى شقتكوا. انت تقعد تشتغلهم وتحور عليهم وفي الاخر تلبسنا ايه؟ ان شاء الله اعدم الواد سكرينة واقعد في الاوضه لوحدي. الكلام اللي بقولك ده مظبوط. يعني ايه؟ ده اكيد راجل ابن حلال صاحب الشقه ده. والله بالعكس، ده راجل ضلالي وياكل مال النبي. طب هيعمل كده ليه؟ اصل الشقه عبد الله مش عايزه تتاجر. ايوه قول كده، اكيد الشقه مشبوهه. لا مسكونه. يطفي اخوتك يالا، عايز تقعدنا انا وامي في شقه شرك؟ فين اخوتك يالا؟ الله 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 الله، يا عبد الله انت كده فهمتني غلط. ده انت حبيبي عبد الله وانت عارف. كل المشكله ان طلع على الشقه دي سمعه انها مسكونه من ساعه ما السكن اللي قبلك شنق نفسه فيها. يعني الشقه دي معفرطه وكده؟ اه معفرطه عبد الله. ابوك اسود. انا ماشي. استنى بس يا عبد الله، يعني هتبيت امك واخواتك في الشارع يا عبد الله؟ احسن ما تفشخ من العفاريت. استنى بس يا عبد الله، بيتهم النهارده في الشارع، بكره هتعمل ايه؟ ها وصلت؟ طب بقول لك ايه، الموضوع ده سر ما بيننا. ها انت عارف دول بيخافوا من خيالهم. كبير عبد الله كبير.
قول لي هو الراجل ده شنق نفسه في انهي حته؟ في المطبخ جوه. في المطبخ؟ يامّا!